واش لا فامي كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. ما تنساوناش لي لايك، ما تنساوناش في الدعم ديالكم، ما تنساوناش التعاليق ديالكم. المهم عندها بوش دوله هنا في باريس في هذه العشيه هذه، وفي نفس الوقت نخليكم مع بعض الصور اللي غادي تشوفوها، يعني بعض الاماكن هنا في باريس. شوفوا الاجواء كي دايره، وفي الصراحه بيني وبينكم ما كاين حتى واحد، الدنيا كتصفر، الدنيا كتزغرت بوحدها. يلا خليكم معايا اخوتي. دابا انا اخوتي غادي عند واحد الكليان عيط ليا، خصني نمشي نهزو وندي فين باغي يمشي، فين باغي يمشي. المهم نهار اليوم كان عيان، ما كاين خدمه ما والو، ولكن كنقولوا ديما الحمد لله. كاينين الناس اللي ما لقاو والو كاع، فلهذا معمر بنادم يقول ما كاين والو. فوالا اخوتي، اخوتي ساليت النهار ديالي، النهار داز بخير الحمد لله، كلشي داز مزيان بدون مشاكل. لان السوق ماشي ساهل، باش تسوق 8 و 9 حتى 10 ديال السوايع ماشي ساهل الحال، دونك خاصك تكون تحضي لك تيكات حضي في السوقان عادي، يعني باش تكون تسوق الطوموبيله ديالك عادي كتحضي 100%، يعني في المهنه هذه خاصك تحضي 250 300%، يعني خاصك تحضي الجوانب ديالك وتسامح مع الناس، وداك النرفازه وداك السباق ديال السباق راكم عارفين كيحيدوا بنادم كيخليه في الدار. الا كان بنادم منيرفي هاد الحرفه هادي ما كت على حسب التنيرفيه، كلنا كنتنيرفا، ولكن داك لينيغ ديال والو خص بنادم يخليهم في الدار ويكون مسامح في الطريق بزاف وبزاف. فلهذا الحمد لله، يعني نقدر نقول واحد النسبه ديال 0.0001% اللي كنتقلق مع الناس في الزنقه، ولكن في السوقان بغيت نقول قليل، ماشي شي كعيا زعما، تنقول لي مالك اخويا دوز صافي وكيمشي بحال، ما كنتقلقش مع الناس باش كان النهار ديالي كيدوز بخير. دونك فوالا كيما شفتوا تقاسمت معكم بعض الصور وبعض الفيديوهات، يعني بعض الفلوقات زوينين،
ونحاول ان شاء الله ناخذ الوقت الكافي باش ندير لكم شي فلوغات مزيانين وزوينين من يعني من وسط المدينه ديال باريس. كما شفتوا الاجواء كانت خاويه، ما كاين حتى واحد، يعني غير لي ريزرفاسيون، الناس اللي كيعيطوا في التليفون تيقول لك جي هنا جي هنا جي هنا. هادشي اللي كان اخوتي، يلا تبارك الله عليكم والسلام عليكم.